السلام عليكم ورحمة الله، شلونكم شباب؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة. رجعنا لكم بمقطع جديد، ومقطعنا اليوم راح يكون عن المعلومات عن التحديث الجديد. ولكن قبل ما نبدأ لا تنسوا دعمنا بزر اللايك واشتركوا في القناة حتى يوصلكم كل جديد، وأترككم مع المقطع ومشاهدة ممتعة. طبعا أول شيء تحدثت عنه الشركة هو انضمام بطل جدد إلى حراس الضوء. وتحدثت الشركة بالأخص عن البطل الجديد أكشن. البطل الجديد أكشن قد صمم خصيصا لخط الوسط، ولديه مهارات متعددة من الإخفاء والمهاجمة خلف العدو إلى الهجوم بشكل مميز وقتل العدو. أكشن مليء بالمفاجآت، فإذا انتقم لبطل حليف معه في قتل العدو يكسب أكشن ذهبا إضافيا ويقلل من وقت إعادة الحليف. وللأسف قد استحوذ الضباب الأسود على أبطال أقوياء من رونتيرا. والقصة الرئيسية لحراس الضوء راح تستمر في ألعاب الريوت. والآن لنتحدث عن أشياء جديدة راح تزيد في التحديث الجديد، وأهمهم الأبطال. وأول بطل راح نتحدث عنه هو براند الحرق والانتقام. عن تاريخ نزول هذا اللعب راح ينزل في شهر 9، ويمكنك اللعب ببراند كبطل لخط الوسط أو الدعم، ورح نتحدث عن قدراته في مقطع خاص إن شاء الله. أما البطل الثاني اللي عندنا هو نونو أنتولمب الطفل ودوبي، ولدينا مقطع خاص لهذا البطل يمكنك أن تشاهده في صندوق الوصف في التحت. والآن راح نتحدث عن أشياء جديدة ازدادت في المباراة. في هذا التحديث راح يزيدون رونس وأدوات لتشكيلات جديدة. وإذا حابين أشرح لكم عن هذه الرونز الجديدة اكتبوا لنا في التعليقات. والآن لنتحدث عن تغييرات اللي راح تصير في طور التقييم. وأخيرا قررت الشركة أن تزيل مباراة تحديد المستوى، والآن يمكنك أن ترفع مستواك بدون أن تحتاج فوزات حتى يتم ترقية تقييمك. وأما بالنسبة لسكين للسيزن الجديد راح تكون غلوريوس لولو. وأيضا هناك شيء جديد وهو تبنيد الأبطال، راح يزيدون في هذا التحديث وبإمكان الفريق أن تبني 3 أبطال. والآن لنتحدث بشكل سريع عن الوايلد باس. لقد تم بعض التغييرات على الوايلد باس القديم، وقاموا بزيادة الجوهر الأزرق وعملات بورو وطاقة بورو داخل الوايلد باس. وبإمكانك أن تهدي وايلد باس لشخص قريب لديك، والأسعار الوايلد باس راح تكون نفسها كما قلنا سابقا في الفيديو خاص بوايلد باس.
وهكس بلورال تيمو هو بطل هذا السيزن. وأيضا تم تغييرات على طريقة المشاهدة لعب الأصدقاء، والآن يمكنك أن ترى كما يرونهم في داخل اللعبة. وأفضل شيء لهذا التحديث بالنسبة لي هي خانة الهايلايتس، والآن بإمكان اللعبة نفسها أن تحفظ لقطاتك الحلوة وقاتلات متعددة وسرقة دراغونات، ويمكنك بعد المباراة أن تشاهدها وتحفظها داخل الجهاز بكل سهولة. وأخيرا أترككم لمشاهدة سكنات ومظاهر جديدة للأبطال في طريقها إلى وايلد ريفت. أصدقائي، وهنا وصلنا لنهاية المقطع. إذا أعجبك المقطع لا تنسوا دعمنا بزر اللايك واشتركوا في القناة حتى يوصلكم كل جديد، وأشوفكم في مقطع جديد. دمتم بأمان الله.